موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. قال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد محمد جنونو إن وحدة المخابرات وتحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات رصدت قيام عصابات مرتزقة فاغنر الداعمة لميليشيات حفتر الإرهابية بتحصين قاعدة الجفرة الجوية بأكثر من 31 موقعا. وأوضح جنونو الثلاثاء في تصريحات صحفية أن تحصين قاعدة الجفرة الجوية جاء بعد تحركات سابقة تزامنت مع تحشيدات عسكرية مريبة للميليشيات الإرهابية المسندة من المرتزقة باتجاه الغرب من محيط سرت واتجاه الجنوب إلى قاعدة براك الجوية. حذر المجلس الوطني الليبي لشهداء وجرحى ومبتوري 17 من فبراير من محاولة تمكين عقيلة صالح الذي بارك جرائم مجرم الحرب حفتر بالمحادثات الجارية في بوزنيغا وجنيف. وأكد المجلس في بيان له الثلاثاء أن العاصمة طرابلس ستظل وتبقى عاصمة لكل الليبيين، معتبرا أن محاولة نقل العاصمة إلى مدينة سرت هو تكريس لنظام الطاغية القذافي. عقد مجلس النواب بحكومة الوفاق الثلاثاء جلسة تشاورية برئاسة النائب الأول عامر نصر لمناقشة آخر التطورات السياسية. وناقش المجتمعون بديوان المجلس بالعاصمة طرابلس حوار بوزنيغا وسبل التعاطي مع ما يجري، خصوصا في ظل إصرار المجلس الأعلى على المشاركة بدون مجلس النواب واستمرار اعترافه بالنائب عقيلة صالح واعتباره رئيسا للمجلس. قام فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببلدية طرابلس الثلاثاء بأخذ تحاليل لأكثر من 5600 عينة ومسحة بحسب ما أفادت بلدية طرابلس. البلدية أوضحت أن الفريق قام أيضا بأخذ عينات من مؤسسات الدولة وأربعة عشر فندقا بطرابلس، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف نقلت أكثر من 5600 حالة لمراكز العزل الصحية لتلقي الرعاية الطبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.